السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هنشوف فيه ازاي نركب وحدة رفع لأي عربية. في فيديو النهاردة هنركب الجهاز ده في عربية نيسان سنترا. الجهاز ده اللي بيجي اللي هو فيشة بفيشة بيركب بموديل العربية، بتشتريه بالموديل، هو مكتوب عليه نيسان السنترا، وهقول لك ليه بيركب بالموديل بتاع العربية. خلينا نشوف العلبة جواها ايه. مش جواها فيه اكيد، ده الانستراكشنز بتاعة التركيب. تعالى كده كده كده، بسم الله. قلت تركيب سهل جدا. دي الانستراكشنز ازاي هيركب. بيركب في الوحده بتاعه الزراير، ده الديفايس، ودي وصلات الكهرباء بتيجي بالمنظر ده. انت تحس ان الموضوع كبير ومعقد، انما هو ابسط مما تتخيل. في حاجه تاني، في ده اللي بيتلزق بيه، ده دبل فيس بيتلزق بيه ده جوه الباب. تعالوا بقى نشوف هنركب ده ازاي. زي ما شفنا في الانستراكشنز اللي في الكتالوج ان هي الوحده بتتفك، وحده الرفع بتركب في مكان الزراير. هنفك الوحده دي، ادي اهي. بعد كده هنفك الفيش بتاعتها، كده خلاص فكينا الوحده اللي راكبه. ده الجهاز، هو بالظبط احنا بنفك هنا وهنركب هنا بالظبط، كانك عملت وصله في النص. عشان كده النظافه بتاعت الجهاز ان هو فيشه بفيشه، مش هيخليك تقطع حاجة في فيش العربية. هتلاقي كل فيشة ليها السوكت بتاعها، ودي دي هنا ودي هنا اهي. بعد كده فاضل ان احنا نركب الجهاز نفسه هنا، بسم الله. ودي طبعا معمولة بتتقفل عليها كده عزل عشان المية، على اساس ان لو دخل ميه من هنا. ادي كده كده فاضل بقى ان احنا نركب دول في الوحده بتاعه الازاز، كاننا ما عملناش اي حاجه تاني. هي واصله كانها واصله في النص كده. بقى فاضل حاجه واحده فقط دلوقتي. الوحده بتاعه الازاز دي بيبقى مفصول عنها الكهرباء لما تبطل العربيه. يعني لو في ازاز مفتوح وانت حاولت ترفع الازاز، فمفيش ازاز بيرفع وانت قافل العربيه. فمعنى كده ان احنا محتاجين حاجه توصل الكهرباء لليونت دي لما انا تكون العربيه مقفوله، بحيث ان انا لما اجي ادوس على اللوك ان الازاز يرفع. فاللي هيقوم بالوظيفه دي هنا السلكه دي. دي هنجيب لها وصله كهرباء من اي مكان. عايز ما تقطعش في حاجه، ممكن تاخد لها من البطاريه او اي حاجه بتجيب كهرباء. هوريكم دلوقتي بقى لما نوصل لها الكهرباء. انا عن نفسي هوصل لها الكهرباء دايركت من البطاريه، اوريكم بيشتغل ازاي. ادي الازاز هناك مقفول، وهنا كل ده مقفول. هنقفل العربيه، هندوس لوك، بس فاتحين الكونتاكت، بسم الله. نقفل كونتاكت، ندوس اللوك، ادي اهو. واخر واحد هتلاقي الازاز بيقفل بالترتيب. زي ما قلنا احنا عاملين بس الفيديو ده ديمو. ادي هو وصلة الكهرباء، وصل منها دايركت في البطارية. انت بقى تحب تاخدها من اي مكان توصل بيها براحتك. ميزه الجهاز ده زي ما قلنا مفيش اي قطع في اي حاجه، كاننا بس عملنا كوبري في النص من غير ما نقطع اي حاجه في الاسلاك ولا اي حاجه. الناس بتخاف من قطع الاسلاك، انا عن نفسي ما بفضلوش صراحه. فالموضوع لذيذ وسهل جدا زي ما شفت، مش محتاج اي حاجه تعقيدات. كل اللي هتحتاج تعرفه عربيتك بتفك فيها وحده المفاتيح ازاي. ممكن تلاقي على الشانل عندنا يعني فيديوهات لبعض وحدات الزراير دي، او هتسرش باسم عربيتك بالموديل بتاع عربيتك ازاي تفك الوحده بتاعتها وتركب الديفايس. هتجيبه فيشه بفيشه بموديل العربيه.
حبينا نرجع كل حاجه مطرحها هنشيل الفيش. حبينا نرجع كل حاجه مطرحها، ادي الموضوع بمنتهى البساطه، هنشيل الفيش من الوحده، وادي الوصلات التانيه. كده خلاص الجهاز اتشال تماما، وهنرجع الوحده مطرحها. وكل حاجه رجعت على وضعها. هتلاقي انواع كتيره لوحدات الرفع، بس يستحسن ان انت تجيب اللي فيه شفيشه زي اللي احنا ركبناها دي، انها بتركب بدون اي تعديلات. في وحدات تانية بتحتاج تقطيع في الضفيره، وانا ما بحبش العك بتاع الكهربائي بصراحه، او العك في الضفيره الا مجرد ان انت تاخد ارضي او كهرباء ببساطه، انما تقطيع في الاسلاك والدخول في الكنترولات انا مش بفضل الجزء ده، ان هو لو ما اتعملش بنظافه ممكن يعمل مشاكل اكبر كتير من المميزات اللي انت بتدور عليها في تركيب ديفايس زي ده. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب لو استفدت من الفيديو، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم.